للمزيد من المتابعة وأن تكونوا معنا في هذه الصورة مشاهدينا الكرام، معي مباشرة مراسل التلفزيون المصري من قرية الأبعادية في دمنهور بمحافظة البحيرة زميلي كريم بيبرس. كريم مساء الخير. كريم، هي مظاهرة مساء النور من... وتحياتي لكم. نعم. كريم تفضل، أود أن أسألك مباشرة تفضل. وأشرك المشاهد الكريم معنا في هذه المظاهرة الكبيرة، مظاهرة الحب التي نراها ونتابعها على شاشات التلفزيون المصري وعلى كافة الشاشات في مصر، عن فكرة الأيقونة المصرية، عن جزء من حاضر مصر، عن ما يمكن أن نسميه إنجاز التعبير بصورة حقيقية، هو نموذج للإلهام في مصر متمثل في مبادرة حياة كريمة. نعم، ربما الاسم هو خير دليل عن ما نتحدث عنه. حياة كريمة هي الهدف من هذه المبادرة، والهدف الرئيسي هو أن يشعر المواطن المصري بكرامته هنا في حياته. الكرامة يعني دائما ما كنا نسمع عنها أنها شيء نفسي متعلق بالإهانة الكرامة أو الحفاظ على الكرامة، ولكن هنا نتحدث عن الحفاظ على كرامة المواطن بإعطائه جميع الحقوق التي يستحقها، أيا كانت هذه الحقوق، سواء كانت المتعلقة بالخدمة والبنية التحتية، سواء كانت الخدمة بالمجالات المختلفة، إن كانت زراعية، صحية، تعليمية، خدمية، أيا كان نوع هذه الخدمة فهي تتعلق بكرامة المواطن. هذا ما نشهده هنا في محافظة البحيرة. يعني ربما شاهد المواطنون اليوم ما حدث على أرض الواقع من افتتاحات مختلفة ومتنوعة متعلقة بالمواطن المصري، وتحديدا من يقطن في محافظة البحيرة وقرية الأبعدية. قرية الأبعدية يعني هي جزء من المحافظة، ولكن لها طبيعة مميزة لأنها تشترك في فكرة الطبيعة الزراعية أو وجود العديد من الرقع الزراعية المختلفة داخل هذه القرية. بالإضافة للرقع الزراعية هناك عدد من المصانع متواجد داخل هذه القرية، ولكن المواطنين هنا يحتاجون للخدمات المختلفة. الخدمات المختلفة بدأت ب من خلفي هنا هذه المدرسة التعليمية الثانوية، أيضا بأيادي مبادرة حياة كريمة هنا لتخدم المواطنين وتوفر لهم جزء كبير من الفصول الخاصة باحتواء عدد أكبر من الطلاب في المرحلة الثانوية. مبادرة حياة كريمة يعني كما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي وكما شاهدنا خلال الفترات السابقة تستهدف عدد كبير جدا من القرى، ولكن تستهدف أكثر القرى الأكثر احتياجا. كانت هذه المدرسة واحدة منهم، بجانبها تم افتتاح هذا المركز التكنولوجي. المركز التكنولوجي ما يميزه أنه يخرج من فكرة البيروقراطية المعتادة دائما، وهي فكرة التنقل من أكثر من مكان واحتياج الأوراق الكثيرة التي كان يعاني منها دائما المواطن المصري، وكان ما زال يعاني منها في بعض الأماكن. جاءت حياة كريمة فغيرت هذا المنظور. وجود هذا المبنى الخدمي أو الخدمي التكنولوجي، وهو يعني تحت طائلة أو تحت مظلة الرقمنة وإعادة تطوير التعامل المباشر مع المواطنين، ليتم التعامل عن طريق الشباك الواحد والمكان الواحد، المبنى الواحد، لينجز المواطن خدماته الخاصة بالشهر العقاري على سبيل المثال، تجديد البطاقات القومية، بعض الأشياء الخاصة برخص السيارات، أيضا بعض الأوراق الخاصة بتسجيل الأراضي وتسجيل المباني، كل ذلك في نفس المبنى. ولكن هذا دائما ما يتعلق بالمواطن في جميع المراحل. هناك أيضا الجزء الذي افتتحه الرئيس اليوم هو جزء الخاص بمبنى أو دار المسنين. دار المسنين يعني دائما ما نتحدث عن الفجوة ما بين الأجيال، ما بين الشباب وغيرهم. نعم كريم، هل تسمح لي وتأخذنا ونأخذ المشاهد الكريم في فكرة الانطباع العام، فكرة انطباع أن يجد المواطن من يشعر بهمومه ومن يحمل همومه ويعمل على تلبية هذه المطالب والهموم؟ الحديث كان مباشرا اليوم كريم ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأهل مصر في محافظة البحيرة من الفلاحين والعاملين وما إلى ذلك. كيف هي الصورة والانطباع العام ما بين هذا الحديث الودي الخالص الذي اتسم بالصراحة المطلقة؟
يعني الصورة ربما تحدثت عن نفسها أكثر مما ممكن أن نحللها، ولكن هذه هي الفكرة، هي التواصل المباشر. ما كنت أتحدث عنه عن الفجوة بين الأجيال، وكانت أيضا فجوة بين دائما الحكومة أو الجهات القائمة بالأعمال والمواطن المصري. كان هذا نقاش مباشر بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمزارعين هنا في محافظة البحيرة، وتحدثوا في صلب الأمر على أرض الواقع حتى عن أسعار الأرز وما يمكن أن يتم توفيره في التموين، وكيفية العلاقة ما بين التموين الخاص بالدولة ودور الدولة في الحفاظ على توفير هذه المنتجات أو السلع الاستراتيجية الأساسية، بالإضافة للتعامل مع السوق الحرة وكيفية مجابهة غلاء الأسعار وجشع التجار، وأيضا بعض النفوس الضعيفة التي تلجأ لي بالطبع تخبئة أو تخزين المنتجات المختلفة لرفع الأسعار واستغلال المواطنين. ربما ما يميز هذا الحديث كما ذكرت يعني فكرة التواصل المباشر وطرح المشاكل بشكل مباشر والمشاركة والمساهمة أيضا في عرض الحلول فيما يتعلق بالأرز أو حتى غير الأرز والزراعات المختلفة، خصوصا أما كما ذكرت البحيرة هي محافظة يعني تتسم بعديد من المجالات منها الزراعة. هذه الرؤية أيضا تتضح أكثر ليس فقط في هذا النقاش حول الزراعة، ولكن أيضا في رؤية المواطنين للاستعدادات والتجهيزات التي تحدث على أرض الواقع لتسهيل عليهم الحياة فيما بعد فيما يتعلق بالخدمات المختلفة. حتى هذا يعني النقاش حول الأرز وتوفير الأرز وتوفير المنتجات الزراعية متعلق بمبنى الخدمي الزراعي اللي تم افتتاحه اليوم. المواطن يحتاج إلى تيسيرات وتسهيلات لتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية عليه. جزء من هذا جزء من هذه التيسيرات وجزء من هذه الإجراءات التي تخفف من وطأة الضغط الاقتصادي عليه هو تسهيل يعني إذا قلنا إذا جاز التعبير أكل العيش مما يتعلق بالمواطن المصري. أكل العيش هنا هو التجارة الخاصة بها، تجارة الزراعة أو حتى التجارة المختلفة. لذلك هذا المبنى الخدمي الزراعة يسهل عليه فكرة توريد هذه المنتجات، وفكرة أيضا تحديد الأسعار والتأكد من السعر المناسب للمواطن أو حتى المزارع قبل أن يقوم بزراعة هذا المكان، أن يكون هناك أيضا دعم عن طريق الوحدات المختلفة المحلية الزراعية داخل هذه المحافظة أو المحافظات الأخرى، ليتم أيضا تسهيل فكرة توريد المنتجات المختلفة. كريم، محور آخر السيد الرئيس تحدث عنه مع المواطن ومع الأهل الكرام في محافظة البحيرة عن فكرة أن الريف المصري قديما وليس هذا القدم، بمعزل عن حاضرنا كان يتحدث عن فترة زمنية تتراوح ما بين 40 إلى 50 سنة. الريف المصري كان يوفر كافة احتياجاته، وما يزيد عن هذه الحاجة يتم تصديره إلى عواصم المحافظات، كانت يعني وحدات إنتاجية كاملة. هل هذا الحديث الواضح والصريح يمكن أن يعيد مرة أخرى من وجهة نظرك يا كريم ومن وجهة نظر حديثك مع الأهل الكرام في محافظة البحيرة، أن يعود الفلاح كما كان، أن تكون المنازل في الريف المصري وحدات إنتاجية متكاملة؟ دائما الأحلام الكبيرة تبدأ بالخطوات الصغيرة. مصر لها باع كبير وتاريخ كبير في كل المجالات. مصر من علمت العالم التاريخ سواء كان في الزراعة الصناعة وغيرها من المجالات، ولكن دائما ما كنا نعتمد على هذا الهاجس الكبير وهو التاريخ ولا نتعلم ولا نطور من أنفسنا. هذه النقطة مختلفة الآن لأن جاري العمل على التطوير والتجديد وإعادة بناء الوعي. هذه هي النقطة الأهم، والوعي الخاص بأهمية الإنتاج، بأهمية العمل، بأهمية يعني استمرار العمل، ليس العمل فقط، توفير الفرص المختلفة يأتي معه العمل المستمر، وهذا العمل المستمر يأتي بهذا الإنتاج. من المهم زيادة الإنتاج من أجل توفير الاحتياجات المحلية يأتي بعد ذلك ليتم تصديرها. على سبيل المثال صوامع القمح أو زراعة القمح على سبيل المثال من أهم الملفات التي تم العمل عليها خلال الفترة السابقة، سواء كان في دعم المزارع
تحديد سعر القمح قبل الزراعة، زيادة رقعة الزراعية الخاصة بالقمح، التوريد المباشر والتسهيل من المزارعين للحكومة، كل هذا هي مؤشرات كبيرة ليتم دعم الفلاح أو المزارع المصري للاطمئنان أو إعادة الثقة مرة أخرى في الحكومة أو الدولة، ليتم هذه التوأمة، ليتم توفير المنتجات مما يساعد على تقليل الفاتورة الاستيرادية ويقلل من الفجوة الدولارية. وبالطبيعة الحال كل هذا يتسق في سياق كامل لتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية على الدولة، فيتعلق بشكل مباشر بالمواطن المصري. نعم كريم، طيب كان هناك محاور أخرى، السيد الرئيس زار وتفقد دار للمسنين في قرية الأبعدية في محافظة البحيرة، اطمأن على النزلاء بالدار وتفقد مجمع للخدمات التكنولوجية. تحدث الرئيس بصورة الأب وبصورة الإنسان عن يعني أن هؤلاء هم من يعني يكرمنا الله من أجلهم، هم كبار السن، دعواتهم مستجابة، تلبى رغباتهم، نعمل ويعمل الجميع على خدمتهم. الحديث كان إنسانيا وكان مؤثرا للغاية. ماذا عن تلك الأحاديث كريم وانعكاسها على الأهل في محافظة البحيرة ومن يتابعنا؟ إذا تحدثنا عن هذه الفكرة الإنسانية، هناك دائما هذه اللحظات الإنسانية التي نشهدها دائما فيما يتعلق بزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي للمحافظات المختلفة والتواصل المباشر مع المواطن. هذه اللحظات الإنسانية دائما ما كانت متواجدة ودائما ما كان لها بصمة خاصة في نفوس المصريين حول آلية سد الفجوة إذا جاز التعوير دائما ما بين المواطنين ورئيس الجمهورية، لم نكن هذا بهذه السلاسة من قبل، مما أيضا يطمئن المواطن أن القرارات أو القرارات التي تصدر عن رئيس الجمهورية أو حتى عن الحكومة تأتي من الشارع، من جاس نبض الشارع. التواصل المباشر مع كبار المسنين، كبار السن والمسنين، هدفه الرئيسي دائما ما كنا نقول ان تمهيد الطريق للمستقبل ياتي من التعلم من الخبرات السابقه والتعلم من الكبار. لذلك كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحن ناخذ البركه منهم، ناخذ نعم البركه كريم، بناخذ الدعوات. لا هذه هي الفكره، البركه تاتي من الخبره. نعم كريم، هي شراكه جيليه، فكره الشراكه الجيليه، جيل يسلم الى جيل، جيل يحمل الرايه ويسلمها الى جيل، الجيل الذي بدا بالدوله المصريه وبالبناء والجيل الذي تلاه يقوم ويستكمل ما تم البناء عليه. لو عدنا الى حياه كريمه، يا كريم واسمك على هذه المبادره، فحياه كريمه غطت ما يقرب من 60 مليون من المواطنين المصريين، وأيضا يعني تعاملت في كل ربوع وبها ثلاث مراحل، المرحلة الأولى أوشكت على الانتهاء وهناك مرحلتين. هل تلمس وما أضافته هذه المبادرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين في مصر؟ نحن هنا في القناة الأولى وبرامج القناة الأولى يعني تجولنا كثيرا خلال الفترة السابقة في عدد كبير من المحافظات ورصدنا تطورات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع. من أهم ما لمسه المواطن المصري من مبادرة حياة كريمة هي البنية التحتية، البنية التحتية من تبطين للترع، توصيل للمياه، بالإضافة أيضا للجزء الخاص بالصرف الصحي، بالإضافة للمدارس، بالإضافة للوحدات الصحية وتطوير الوحدات الصحية. ما لمسته مع عدد كبير من المواطنين في عدد كبير من المحافظات، وكنت قريبا بالفعل في محافظة البحيرة ما يقرب من يومين تقريبا. الفكرة هنا هي التواصل المباشر مع المواطنين مما يؤدي إلى الوصول لسماع الاحتياجات الأساسية ويؤدي إلى التنفيذ الفعلي. تبطين الترع كان من أهم الملفات التي تم العمل عليها في محافظة البحيرة، أيضا الصرف الصحي وتوصيل المياه كان من أهم الملفات التي أشاد بها المواطنين، وأيضا كان هناك نقطة خاصة بالبحيرة، البحيرة بها عدد كبير من الترع والمناطق الزراعية، كان دائما من الصعب على المواطنين حسبما تحدثت معهم التنقل ما بين ناحية أو الناحية الأخرى من الترع على سبيل المثال، فكان هناك توجيهات
ليس فقط بالمعديات النهرية المتعارف عليها، نعم، ولكن كان تم إنشاء بعض الكباري والمعديات، نعم، التي ممكن أن يستخدمها المواطن إما مترجلاً أو حتى باستخدام السيارات المختلفة الخاصة بالمواطنين حسب طبيعة المحافظة، ولكن البحيرة كان لها دور خاص، نعم، فيما يتعلق بالكباري الصغيرة أو المعديات الصغيرة التي تساعد المواطنين للتنقل من مكان لآخر. أيضا المركز التكنولوجي ليس هذا في هذا المركز فقط قرية الأبعدية، ولكن كنا في مركز بدر على سبيل المثال داخل أيضا البحيرة، كان هناك مركز تكنولوجي كبير يخدم ما يقرب من 30,000 مواطن وعلى استعداد لاستقبال عدد أكبر من، نعم، محافظة البحيرة، نعم، لجميع الخدمات الخاصة، نعم، بالمراكز التكنولوجية. كريم أشكرك شكرا جزيلا على إيضاح وعلى إيصال هذه الصورة وبهذا التفصيل، شكرا جزيلا زميلي مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز.